السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم ميزة مخفية في جهاز الايفون، بس قبل لا ابدا بالشرح اتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. والشيء الثاني اتمنى انكم توصلوني الى 100,000 متابع او اكثر من كذا عشان احصل على المميزات اللي في اليوتيوب. الخاصية هذه تبين لك او توضح لك الاماكن اللي انت زرتها، يعني المناطق اللي انت جيتها وزرتها، والاماكن اللي بالمنطقه نفسها، يعني كل منطقه جيتها مثلا الرياض، جده، الدمام، يبين لك الاماكن اللي انت جيتها بالدمام والاماكن اللي انت جيتها بجده وغير كذا. نتعرف على الطريقه مع بعض. ندخل على الاعدادات، بعد كذا ندخل على الخصوصيه من هنا، بعد كذا ندخل على خدمات الموقع، ننزل تحت في خاصية مكتوب عليها خدمات النظام، زي ما انتم شايفين هنا خدمات النظام، ندخل عليها. بعد كذا ننزل تحت، موجود في خيار، موجود في خيار موجود هنا اسمه المواقع المهمة. هذا لما تدخل عليه يبين لك المناطق اللي انت جيتها زي ما قلت لكم. ندخل على المواقع المهمة، يطلب منك البصمة او باسورد القفل. بعد كذا زي ما انتم شايفين تبين لك كل الاماكن اللي انت جيتها. انا الشخصيه لما شريت الجهاز ما طلعت غير المنطقه اللي انا فيها، عشان كذا ما يطلع لي المنطقه الا المنطقه اللي انا فيها. انتم راح يطلع لكم اذا كنت زاير اكثر من منطقه ورايح اكثر من منطقه، راح يطلع لك جميع المناطق اللي انت جيتها وجميع الاماكن بالمنطقه اللي انت جيتها. واذا تبي تمسح سجل هذا زيارات او الاماكن، مجرد ما تضغط على سجل مسح سجل التاريخ يطلع لك هنا خيار مسح سجل التاريخ، تضغط عليه وراح يختفي كل شيء. او اذا ما تبي الخاصية تكون بجهازك موجودة، نضغط على تقفل من هنا على هذا الخيار وبس. هذا كل اللي عندي. اتمنى الشرح كان واضح وبسيط وسهل. لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.